تحضيرات وقت اخرين للقب عالمي ان شاء الله امام في المستقبل. ونشكر كل اللي عاون وساهم في التحضيرات هذه السهره. ونشكر المهم اليوم كان اختبار جيد بالنسبه لي. نعم صافي عندي 5 أشهر أو 4 أشهر ولكن اليوم لعبت ملاكم معروف عالميا والحمد لله كما الجمهور والمدرب تاعي قال لي راك في المستوى وان شاء الله عندك مستقبل ان شاء الله ان شاء الله. نشكر التلفزيون الجزائري شكرا على وجهك صديقي شكرا.